إن هؤلاء يحبون الآجلة وذرون وراءكم يوما ثقيلا نحن خلقناكم وشددنا أشركم وإذا شئنا بدلنا أمثلكم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربي سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لكم عذابا أليما بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا فالآسفات أسفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا أدرا أو ندورا إنما تؤتون الواقع فإذا النجوم انطمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نصفت وإذا الرسل أقتت ليوم أجلت أي ليوم الفصل وما أدرك ما يوم الفصل ويل يوم ذل المكذبين ألم نلهك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يوم ذل المكذبين ألم نهلككم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يوم ذل المكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا إلى ما كنت فيه إلى ما كنتم به تكذبون ينطلقوا إلى ذل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشهاب الشرر والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين إن المتقين